مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة وأيضا متابعة رابع جلسات هذا الأسبوع، جلسة السوق الرئيسي اللي كان على ارتفاع وأيضا هناك تباين بينه وبين المؤشر القيادي، لكن جلسة أتت يعني ضعيفة نوعا ما مقارنة في جلسة الأمس، ونتابع تفاصيلها إن شاء الله بصورة أوضح مع زميل عايد العنزي من استديوهاتنا في بورصة الكويت. حياك الله عايد. مساء الخير رائد، مساء الخير مشاهدين الكرام، واهلا وسهلا بكم. التباين هو عنوان لهذه الجلسة في ظل ضعف واضح للسيولة عكس جلسة الأمس اللي كانت جلسة إيجابية، جلسة قوية، جلسة فيها كل شيء، سيولة وارتفاعات إيجابية لجميع المؤشرات. اليوم لا، العكس، اليوم جني أرباح واضحة للسوق الأول وكذلك ارتفاعات طفيفة للسوق الرئيسي. وراح نتكلم عن السوق الرئيسي اللي كان صاعد حوالي 67 نقطة لكن حاليا على 3 نقاط، راح نتكلم عن هذا الموضوع مشاهدين الكرام. ولكن نستطيع أن نقول قرب إجازة العيد أثر بصورة كبيرة جدا مشاهدينا الكرام على حركة التداول في هذه الجلسة، واعتقد ممكن جلسة الغد تكون نفس هذه الجلسة. لذلك مشاهدينا الكرام، الإجازة الطويلة تلقي بظلالها على حركة التداول في السوق في هذه الجلسة. نذهب مباشرة للمؤشرات ومن ثم نبدأ التعليق على حركة التداول خاصة في السوق الرئيسي اللي كان صاعد حوالي 67 نقطة، كان بصعوده 67 نقطة صعودا نتيجة ارتفاع البنك التجاري. طبعا التجاري ارتفع اليوم 500 هو الاخفال، اقفل ارتفع الى 550 بسهم واحد فقط لا غير. اما السوق العام فحاليا متراجع بسته نقاط مشاهدينا الكرام بكميه تداول، لاحظوا كميه انخفاض واضح 77 مليون سهم، هذه الكميه تمت من خلال 4494 وبقيم 18 مليون و300، انخفاض واضح في قيم التداول. نصيب السوق الرئيسي عكس اليومين جلسه الامس اللي كان فيها ارتفاعات جدا جيده، لا اليوم مليون و170 بارتفاع باربع نقاط ونص للسوق الرئيسي. اما السوق الاول فمتراجع بصوره واضحه ب 11 نقطه تقريبا بكمية تداول 54 مليون و600 وبقيم 17 مليون. لذلك مشاهدينا الكرام نلاحظ بأن التراجع من نصيب السوق الأول نتيجة تراجع بكثير من شركات هذا السوق، ولكن هناك شركات إيجابية، شركات فيها صعود ممتاز، شركات فيها دخول واضح في هذه الجلسة. لذلك لاحظنا مشاهدينا الكرام انخفاض بسيط جدا، القيادة اليوم الوطني، القيادة للخليج، القيادة للمباني وكذلك للقرين بالتكماويات، راح أتكلم عن القرين كذلك، ميزان في هذه الجلسة وكذلك هيومن سوفت. يعني هذه الجلسة مثل ما قلنا مشاهدين الكرام طول الإجازة لا تأثير كبير جدا، يعني باكر الخميس إن شاء الله، بعدها عطلة عيد الفطر السعيد، بعدها الدوام راح يكون يوم الأربعاء. لذلك يعني أي حدث أو أي طارئ يحدث في الإجازة الكل يقول أنا خايف، ليش ما كيش، ليش ما يكون عندي يعني كاش في هذه الإجازة. لذلك مشاهدين الكرام دائما الإجازات يتبعها قبلها في عمليات جني أرباح لكثير من الشركات، ومن ثم تبدأ الانطلاقة إن شاء الله بعد هذه الإجازة. هذا ما نتمناه مشاهدين الكرام، يكون انطلاقة قوية جدا بعد الإجازة، بعد يعني انتهاء فترة الحظر الكلي إن شاء الله، وتعود الحياة الطبيعية لديرتنا الحبيبة إن شاء الله وللعالم كذلك. هذا ما نتمنى، ونتمنى التوفيق والسداد للجميع مشاهدينا الكرام. ونذهب للسوق الأول تحديدا ونرى المؤشرات لكثير من الشركات في هذا السوق، ونشوف مؤشراتها هل هي خضراء، هل هي حمراء، كمية التداول كثيرة أو قليلة، أم فيها ارتفاع عن جلسة الأمس. لا، اليوم الكل أقل، اليوم الكل أقل عن جلسة الأمس. عفوا، الوطني 751 حاليا يطلب، حاليا 701 الوطني نشط الغاية، يعني ممكن نشوف باكر الصبح ان شاء الله اذا الله اعطانا عمر نشوف كميه او نسبه الاجانب، هل هناك ارتفاع ولا لا. اتوقع ان كل الوطني ارتفاع، الوطني الاسبوع الثاني او الثالث على التوالي يكون هناك ارتفاع لنسبه ملكيه الاجانب في البنك الوطني. حاليا 750 الوطني، 3 مليون و100، سكرنا بندنا مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات. البنك الخليج كذلك باستقرار بعد ان كان مرتفع، لكن اعتقد انه راح يرتفع مع نهايه هذه الجلسه. الدول اليوم بتراجع 8 مليون و800، برقان على تراجع ب 732 الف، يعني كميه بسيطه جدا. بيتك اليوم متراجع ب 8 مليون و700، المباني اليوم قبل شوي كانت يعني في المنطقه الخضراء، حاليا على استقرار ب 463 الف. الصناعات الوطنيه جني ارباح مستحق بعد توزيع او بعد الصعود فوق ال 20 فلس تقريبا، لذلك جني أرباح مستحق على الصناعات الوطنية مليونين و700 تداول اليوم. نلاحظ اليوم القرين 231 مطلوبة في هذه الأثناء وهي في المنطقة الخضراء. القرين انتهت سنتها المالية مع نهاية مارس، يعني 31 مارس انتهت السنة المالية للقرين بالتكماويات. لذلك يتوقع، بس المشكلة شنو؟ المشكلة أن في عطلة لمكاتب التدقيق،
يعني مكتب التدقيق او المكتب المحاسبي اللي يشرف على ميزانيه القرين معطل حاليا من نتيجه الظروف الحاليه، لذلك تاخرت ميزانيه القرين. والعاده القرين دائما يطلع بيانات الماليه مبكرا والتوزيعات والجمعيات العموميه مبكرا، لكن هذه الظروف الاستثنائيه ادت الى تاخير الميزانيه للقرين البتروكيماويات. والعاده مثل ما قلنا متعودين القرين دائما يطلع بيانات الماليه مبكرا قبل كثير من الشركات. هذا القرين وبوبيان بتروكيماويات، بوبيان سكر ب 30/4 سكر ميزانيته خلاص، لكن مثل ما قلنا مكاتب التدقيق المقفله او المقلقه هي من اثر بصوره كبيره جدا مشاهدينا الكرام على عدم اظهار كثير من الميزانيات. لحد الان في شركات عندي ميزانيات يعني سنويه لم تظهر لحد الان نتيجه مثل ما قلنا، لان بدت العطله اول ثلاثه واغلب الشركات ما خلصت الميزانيه، لذلك هذا الامر يعني مهم جدا مشاهدينا الكرام. لذلك هيئه اسواق المال وكذلك يعني شركه البورصه ما قصروا، اعطوهم تمديد شوي على ما يرد الوضع طبيعي مشاهدينا الكرام، تعود الشركات لمزاوله اعمالها ومن ثم تعود ان شاء الله الميزانيات الى مره ثانيه للتدقيق، وهذا امر اعتقد انه لن يطول كثيرا ان شاء الله. نرد لك رائد مره ثانيه ونشوف مع ضيفك ومن ثم نعود ان شاء الله لاقفال هذه الجلسه، جلسه رابع ايام الاسبوع المتباينه حتى هذه اللحظه. اذا مشاهدينا الكرام نعود لك ان شاء الله عايد، ومشاهدينا الكرام مثل ما تابعنا معكم هذه الجلسه وهذا التباين بين مؤشرات السوق على عكس جلسه الامس، الضعف السيوله كان واضح مقارنه في جلسه الامس، كذلك ايضا تراجعات كثير من الشركات القياديه اللي ارتفعت في يوم الامس كان واضحا على سلم الخمس شركات من حيث القيمه المتداوله لهذه الجلسه، بينما هناك ارتفاعات كانت يعني بصوره واضحه في فتره من الجلسه لمكونات المؤشر الرئيسي، عادت مره اخرى الى التراجع والتباين والتذبذب هذا على مستوى السوق الرئيسي. سننظر إن شاء الله إلى نظرة فنية أسبوعية كما هو معتاد مع المحلل الفني الأستاذ نواف العون على حركة المؤشرات وعلى هذه المستويات التي استقرت عليها. حياك الله أستاذ نواف، مساء الخير. مساء النور، حياك الله. يا هلا مرحبا فيك، وتابعت معنا جلسة اليوم وهذا التباين واللي كان أيضا متوقع بعد ارتفاعات إيجابية على جميع المستويات في جلسة الأمس، تعليقك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد الارتفاعات اللي شهدناها خلال هذا الأسبوع واللي شفناها منذ بداية هذا الأسبوع واللي أتت أيضا صاحبها نوع من السيولة والأحجام العالية على طبعا خلاف التداولات اللي شفناها الأسبوع الماضي واللي أتت على تراجعات. طبعا التراجع اللي قاعد نشوفه اليوم يعتبر منطقي ومبرر، خصوصا بان السوق الكويتي او البورصه بشكل عام مقبل على اجازه عيد الفطر السعيد، فنجد نوع من جني الارباح بالنسبه للتراجعات الحاليه، رغم وصول بعض المؤشرات الى مستويات مقاومه هامه تحتاج الى بعض يعني معدلات السيوله الاعلى من المعدلات السابقه حتى يتمكن من تجاوزها واستمرار عمليه الصعود. نعم. ممتاز، ماذا عن الرئيسي؟ ماذا عن الشركات اللي كان فيها ارتفاع بتقريبا قريب من 70 نقطه في جلسه اليوم؟ نعم. طبعا احنا نلاحظ اليوم التداولات عندنا، نتكلم عن مؤشر السوق العام، شفنا التداولات تقريبا بحدود 78 مليون. هذا يعتبر معدل منخفض لو قارناه في جلسة الأمس، احنا نتكلم عن تداولات الأمس اللي تجاوزت ال 177 مليون سهم، وكانت تعتبر سيولة الأمس اللي لاحظناها كانت تعتبر الأعلى خلال هذا الشهر شهر مايو. بالنسبة طبعا إلى أهداف مؤشر السوق العام، احنا تكلمنا في السابق بأن هناك مستوى مقاومة مهم يجب تجاوزه بكميات عالية تتجاوز ال 250 مليون سهم. نتكلم عن مستوى 4950، مستوى مقاومه هام، تجاوز هذا المستوى والاستقرار فوق ممكن ان نشهد مستوى 4000، وطبعا نتكلم عن 4500 او عفوا 5400 بالنسبه لمؤشر السوق العام كاول هدف. شريطه طبعا الاستقرار مثل ما ذكرنا فوق مستوى 4950. الدعم الحاليه اللي يحظى فيها بالنسبه لمؤشر السوق العام عندنا الدعم 4800 بالاضافه الى مستوى 4720، هذا مستوى الدعم هامه. نتكلم عن مؤشر السوق الاول
ايضا لدينا اهداف تصل الى مستوى، طبعا مجرد ما يتم اختراق مستوى المقاومه الهام ايضا اللي تراجع من المؤشر عند مستوى 5350، هذا مستوى جدا مهم يحتاج الى سيوله كبيره ومعدلات عاليه حتى يتمكن من تجاوزه واستمرار عمليه الصعود وتحقيق اول الاهداف التي تصل عند مستوى 5500، ومن ثم هناك اهداف اعلى اذا استمرت التداولات يعني على النحو اللي قاعد نشوفه من بدايه هذا الاسبوع ان شاء الله. بالنسبه للسيوله استاذ نواف وقراءتنا لسيوله الامس، كيف تقرا معدلات السيوله في هذا الشهر وايضا تتوقعها في الجلسات المتبقيه من هذا الشهر وراح تكون بعد العيد؟ نعم، طبعا احنا شفنا جلسه الامس اللي اقتربت من حاجز ال 40 مليون دينار، كانت على تداولات خلال شهر مايو، خصوصا ان يعود طبعا سبب تراجع معدلات السيوله خلال هذا الشهر بسبب عمليه التذبذب اللي احنا قاعد نشوفها والضبابيه بالنسبه للوضع العام بالنسبه لدول العالم بشكل عام بخصوص جائحه كورونا. لكن نجد ان في نوع من الايجابيه اللي وحاله التفاعل اللي بدات تسيطر على الاسواق العالميه واللي على اساسها تاثر السوق الكويتي. احنا عندنا طبعا متبقي في عندنا خلال هذا الاسبوع فقط جلسه الغد، وبعدها راح ندخل في عطله العيد، وبعدها راح يكون عندنا جلستين تداول يوم الاربعاء والخميس. نعتقد ان تكون معدلات السيوله خلال جلسه الغد والجلستين ما بعد العيد تكون منخفضه نوعا ما حتى يعود السوق الى نشاطه وارتفاع الاحجام بعد عطله العيد او بعد اسبوع من عطله العيد باذن الله تعالى. باذن الله. سؤال اخير حول السهم الوطني تحديدا، مستويات السعريه 750 في مثل جلسه اليوم، كيف تقرا الوطني وايضا باعتبار انه هو القائد في يعني في مجموعه المؤشر الاول؟ نعم، طبعا تداولات الوطني اليوم شفناها واللي طبعا تجاوزت 3 مليون سهم، تعتبر تداولات نوعا ما يعني متواضعه بالنسبه لهذا السهم، لكن مجرد ما يتم اختراق تقريبا نتكلم عن مستوى 770 راح نشهد مستويات جديده تصل الى مستوى 860 كاول الاهداف من الجانب الفني. لكن طبعا في السلبيه تكون بكسر مستوى 700 بالنسبه للسهم الوطني، ستكون هناك مزيد من عمليات الهبوط تصل تقريبا الى مستوى 600 فلس. لكن اعتقد في الفتره الحاليه سنشهد تحرك جيد بالنسبه للمؤشر السوق الاول، وهذا يعني ان سيكون هناك انعكاس على اسهم هذا القطاع واللي على راسها بنك الكويت الوطني. يعطيك العافية وكل الشكر لك المحلل الفني الأستاذ نواف العون. إذا مشاهدينا الكرام تابعنا معكم وقرأنا هذه القراءات الفنية حول حركة المؤشرات في هذه الفترة وفي جلسة اليوم وأيضا جلسات هذا الأسبوع، وأيضا قرأنا شيئا عن التباين ما بين المؤشرين الأول وكذلك المؤشر الرئيسي بمكوناته واللي كان عليها نشاط اليوم لاحظ. نعود مرة أخرى لختام هذه الجلسة ولقراءة الختامية مع الزميل عايد العنزي من استديوهاتنا في بورصة الكويت، وحياك الله من جديد عايد. مساء الخير رائد، مساء الخير مشاهدينا الكرام. الإقفالات على الأبواب ولن نطيل كثيرا مشاهدينا الكرام، ونذهب مباشرة لإقفال هذه الجلسة، رابع جلسات الأسبوع، الجلسة المتباينة حتى هذه اللحظة. نذهب إلى المؤشرات ونشوف الوضع العام حيث لم يتبقى أعتقد عند شيء المزاد، لكن خلينا نشوف متى المزاد راح يكون. حاليا 44، أعتقد أن داشين في المزاد في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، ونذهب للإقفال ونتمنى التوفيق في إقفال هذه الجلسة، وحيث هو الحركة السريعة لبعض الشركات مشاهدينا الكرام، ونلاحظ يعني حركة سريعة لبعض الشركات الوطني بوضعية جيدة. ها هو الوطني يقفل 50، الخليج يقفل 212، وقفلات جيدة لبعض الشركات. خلينا نشوف، ها هو الوطني بثلاث فلوس ارتفاعا للوطني، وطبعا على الوقت على التايم الخليج والتجاري بيدفع 23 فلس، لذلك التجاري رفع مؤشر السوق الرئيسي من 3 نقاط الى 23 نقطة. التجاري له دور كبير جدا في ارتفاع المؤشرات، بيتك بيتراجع باربع فلوس، عمار بيرتفع، بوبيان بيتراجع، ايفا بيتراجع، استثمارات بيتراجع، ارزان بيتراجع، المشاريع بيتراجع، المركز المالي كذلك بيتراجع، عيا
الريان بتراجع نور بارتفاع، والامتياز بتراجع، الوطنية العقارية بتراجع، صالحية بتراجع، المباني باستقرار، المستثمرون بتراجع، مينا بارتفاع، اسمنت الكويت بفلسين صعودا، بورتلاند باستقرار، واسيكو باربع فلوس ارتفاعا، وبوبيان بتكماويت بتراجع، القرين باربع فلوس، وزين فلسين صعودا، ان بعشر الفلس، هيومن سوفت 12 فلس، ورماية بارتفاع، واولى وقود بارتفاع، مبرد بارتفاع، الدانا كذلك بارتفاع، الاهلي المتحد البحريني فلسين تراجعا، وبعد الاهلي المتحد البحريني عندي انا ميزان بارتفاع باربع فلوس، ومنازل بتراجع بثلاث اعشار الفلس، واريده باستقرار، ومنازل حاليا والاهلي متراجع كذلك بثلاث فلوس، وهذا الشراء اللي بعد بعد الاقفال الخمس دقائق اللي بعد الاقفال مشاهدينا الكرام، الشراء على سعر الاقفال يطلق عليه الشراء على سعر الاقفال، لذلك نلاحظ المشاهدين الكرام التجاري لعب دورا كبيرا في ارتفاع مؤشر السوق العام. السوق العام ارتفع 18 نقطة والسب التجاري، التجاري له دور كبير جدا. لذلك التجاري هو من صعد مؤشر السوق الرئيسي في هذه الجلسة، وكذلك مؤشر السوق العام اللي أقفل عند 4895 نقطة و20 نقطة بكمية تداول ضعيفة للغاية عكس جلسة الأمس 82 مليون و600، وبصفقات 4802 وبقيم 19 مليون و300، يعني فرقنا عن أمس تقريبا 20 مليون ونص أو أكثر، 20 مليون و600 مشاهدين الكرام تقريبا عن جلسة الأمس، فرق القيمة المتداولة. السوق الرئيسي 1,350,000 بصعود 23 نقطة وثلاثة أعشار النقطة 4143 نقطة وتسعة أعشار النقطة، فيما السوق الأول كان 16 نقطة أقفل على 10 نقاط وثلاثة أعشار النقطة بكمية تداول 57 مليون و700 وبقيم 18 مليون دينار كويتي تقريبا في هذه الجلسة. لذلك مشاهدين الكرام التباين واضح من خلال المؤشرات الرئيسية في سوق الكويت الأوراق المالية، حيث ارتفع مؤشر السوق العام نتيجة ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي اللي ارتفع بقوة في هذه الجلسة، نتيجة ارتفاع البنك التجاري اللي ارتفع بصورة كبيرة جدا، وكذلك ارتفاعات جدا جيدة للوطني وكذلك للخليج، وما قلص خسائر السوق الأول من 16 نقطة إلى 10 نقاط. لذلك مشاهدي الكرام هذا الأمر مهم جدا يعني بالنسبة للسوق في هذه الجلسة، يعني الخسائر طفيفة جدا، وكذلك هناك تباين بين أداء المؤشرات. نذهب مباشرة للسوق الأول ونشوف وضعية هذا السوق مشاهدين الكرام، ونشوف اللحظات الأخيرة اللي قفل عليها المؤشرات، يعني الوطني وين راح، هل في طلب ولا عرض، كذلك بنك الخليج، كذلك بعض البنوك الأخرى مشاهدين الكرام. أعتقد أن يعني عندي أنا الخليج 750 في هذه الجلسة مطلوب، الوطني آسف 750 مطلوبا، الخليج لا معرض 212 137، الدولي على تراجع 174 تداول 9 مليون و500، بيتك كذلك بتراجع 595 يعني متراجع 4 فلوس 9 مليون و129، بوبيان على تراجع، المشاريع على تراجع، المباني باستقرار، الصناعات بتراجع، بوبيان بتكومات بتراجع، القرين يرتفع اكثر فلس واحد زياده 232، واجلتي على تراجع 637، وزين في المنطقه الخضراء 626، وكذلك هيومن سوفت 2,692,000. اما الاهلي المتحد البحريني فتراجع في هذه الجلسه بعد صعود قوي جدا في اليومين الماضيين، وكان كميه تداول امس كبيره فوق 60 مليون، اليوم 24 مليون و500 عند مستوى 176 معروضا في هذه الأثناء، وارتفاع التراجع لبنك وربة في هذه الجلسة، فيما ارتفع ميزان في هذه الجلسة وتراجع للمتكاملة. هذا بالنسبة للسوق الأول. أما بالنسبة للسوق الرئيسي فالنشاط يعني اليوم قليل عن جلسة الأمس، ولكن اللون الأخضر اليوم فاقع زيادة بسبب التجاري اللي لعب دورا رئيسيا محوريا في ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي في هذه الجلسة بكمية بسيطة جدا، يعني اللي شفناه الصبح اعتقد سهم واحد، بعدين 10 اسهم، بعدين 3 اسهم، وبعدين سهم واحد، اعتقد يعني اللي يشوفه بالتجاري التداول اللي تم كله 31، اللي رفع المؤشرات كلها 31 سهم فقط لا غير. اما الاهلي المتحد الكويتي فعلى الاهلي الكويتي اسف على تراجع، والمتحد الكويتي بتراجع كذلك فيما تراجعت الكويتيه والتسهيلات وايفا والاستثمارات والساحل، وارتفع بيت الاوراق الماليه في هذه الجلسه، فيما ارزان على تراجع معروضه في هذه الاثناء، وكميفك بارتفاع في هذه الجلسه، وتراجع الاولى والمال، وتراجع لأعيان في هذه الجلسة بخمسة مليون ومئتين وخمسين تقريبا لأعيان، بعد أن كانت أعيان في جلسة الأمس يعني شعلة من النشاط، اليوم لا جني أرباح، يعني في اللي صار جني أرباح مستحق لبعض الشركات. السوق هو يعني قاعد يتبع أسواق المال العالمية،
بغض النظر عن كل شيء، حاليا احنا قاعد نطالع اسواق المال العالميه ونشوف سوقنا ثاني يوم، هذا اللي قاعد يصير. اما اسعار النفط، واسعار النفط على ارتفاع ورؤيتها ممتازه، لكن نتبع اسواق المال العالميه، هذا اللي قاعد يصير في سوقنا ككل. بيان بارتفاع في هذه الجلسه، كيفك بارتفاع قوي جدا، كيفك اعتقد انه مرتفع ارتفاعات يعني كبيره جدا مشاهدي الكرام، 44 ب 114 نتيجه شراء مطلع على كميه كبيره جدا وتملكه لحصه بنك الخليج اعتقد، لذلك لاحظنا ارتفاع في كيفك بصوره كبيره. طبعا الحصه انباعت 50 فلس، اليوم 44، لذلك هذه الوضعيه مختلفه تماما مشاهدينا الكرام. يونيكاب في المنطقه الخضراء ب 10 اسهم فقط لا غير، فيما ارتفع السلام وتراجع اكتتاب وصفوف واستقرت المدينه وارتفع نور في هذه الجلسه، وتراجع المغاربيه وكذلك للامتياز، ونلاحظ تراجع لعقارات الكويت وللوطنيه العقاريه الصالحيه العقاريه، ارتفاع لاجيال والمستثمرون بتراجع التجاريه العقاريه في المنطقه الخضراء وكذلك التعمير، وتراجع اليوم دبي الاولى ومدينه الاعمال وكذلك منازل، وارتفاع لمينا مراكز بارتفاع رمال في المنطقه الحمراء، ارتفاع لاسمنت الكويت وكذلك الكيبلات، يعني اسمنت الكويت والكيبلات، الكيبلات محملين بالارباح. اسمنت الكويت 5 ب5، الكيبلات 40 نقدي، يعني واضح مشاهدينا الكرام بان الشركات اللي محمله بارباح محافظه على اسعارها شويه، محافظه على اسعارها في الفتره الاخيره. لاحظ السك بارتفاع وسيكو بارتفاع وارتفاعات للصلبوخ وتراجعات واضحه والله لاغلب الشركات، فيما المعامل اليوم في المنطقه الخضراء والمعامل ما زالت محمله في الارباح ان بارتفاع، وكذلك رمايه وكذلك ايفا فنادق، وارتفاع لاولى وقود ولمبرد اليوم، حتى الشراء اليوم قوي ما فيه. حتى الشراء بنهاية الجلسة خمس دقائق الأخيرة ما في، قلنا إحنا تأثير الإجازة العيد لعب دور كبير جدا في هذه الجلسة، وكذلك تراجع أسواق المال العالمية. يعني باكر هي جلسة ختام الأسبوع، نتمنى مشاهدينا الكرام أن تكون الإقفالات مميزة لهذه الجلسة، خاصة مثل ما قلنا مقبلين على عطلة طويلة جدا مشاهدينا الكرام. شو يصير في أسواق المال العالمية؟ هناك نوع من الخوف لدى المضاربين، خاصة اللي يوميا يطلع يدش ويطلع، لذلك هذا الأمر مهم جدا، مهم جدا أن نشوف السوق راح يصير في خلال جلسة اليوم بالنسبة لأسواق المال العالمية، ويبني عليه قرارات استثمارية قصيرة الأجل. نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع، نتمنى أن نرى سوقنا في أفضل حال خلال المرحلة القادمة إن شاء الله. كل الشكر لك راد ولمشاهدينا الكرام. شكرا لك عايد، يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام نلقاكم إن شاء الله على خير لمتابعة ختام جلسات هذا الأسبوع وختام جلسات هذا الشهر أيضا في يوم الغد. إذا لك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.